من الأجنة دي؟ هادي صاحبة الشقة. امال مالها مكتومة كده ليه؟ ما تهوي المطرح كده عشان النفس يبقى رايح جاي. اوكي ايه السبست ما تفهميني؟ بنعطيها شوية مصاري تسيبنا ناخد راحتنا بالغرفة. مصاري ايه؟ احنا ما اتفقناش على كده. والله ما هو ليا، هوني نظام هيك. لا هيك ولا كيك ولا نطاط الحيط. طب اقول لك ايه؟ الفرقة دي تخلص على كام؟ 200 دولار. نعم يا روح امك، 200 دولار ايه؟ اذا كان انت كلك على بعضك بليلتك كده 20 دولار، ده ايه الاجاره؟ ولا هو الزرار اغلى من الجاكيته لا مؤاخذه؟ بقول لك ايه؟ بلاها ام الليله دي، وادي ال 20 دولار بتاعتك ايه يا معلمه؟ عشان ما تقوليش ان عبد الجليل بيرجع في كلمته، سلام. عبد الجليل بنخلص ب 150. هما 100 دولار وتيت خالص الشريط يا معلمه، وتروحي وتجيلي والندى عالي عشان هبل عليا مع الطياره. مساء الخير يا حاجة. ايه يا ماشا الجمال ده؟ ده صاحبتك دي باين عليها صاحبة مزاج قوي. بقولك ايه؟ عايزين نخلص قدامي تلت ساعة، 2000 دولار اهو. انت بتعدي في ايه ده وقته؟ يلا يلا يلا. هنقالي الساعة 3 نبقى موجودين كلنا في اللوبي تحت. ده استهتار. هذا لما يدي أمر لازم يتنفذ. وده فين؟ روقوا فين الساعة 3:30؟ روق يا أستاذ ناجي روق. الحمد لله إحنا أمرنا بالسليم بالمطار، بس المهم إحنا نكون قبل 5 بالمطار لحتى نحط الشنط على السيرة. يعني فينا نطلع بالأربعة 4:15، معنا وقت. أنا عارف أبو القاسم، بس ده استهتار. لازم يكون في التزام، وأنا مش هعدي اللي حصل ده بسهولة. روق معاك حق. أنا ابن كلب، ابن 60 كلب يا باشا، بس أبوس إيدك ما تقلب عليا، وأنا جاهز. كنت فين؟ أنا كنت مش مهم أنا كنت فين، المهم نلحق المطار والطيارة، وبعد كده بقدني ب 30 جزمة. وإبراهيم. الواد فين يا عبد الجليل؟ ده يكون جرى له حاجه. والله العظيم ما اعرف يا باشا، انا سبته في الشارع وقلد ورايح مشوار. وبعدين يا استاذ ناجي، انتوا هيك ما راح تسافروا لانه الطياره ما راح تستناكم، واذا ما سافرتوا بهي الطياره الله اعلم امتى ممكن رتب لكم سفره ثانيه. انت بتعرف مساله المطار وما مطار لها تربيطات كثيره وانت بتعرفها. انا ما اقدرش اسيب الواد ابراهيم من غير ما اطمن هو فين. انا مسؤول عنهم كلهم، وزي ما جينا مع بعض لازم نرجع مع بعض. لا يا باشا، احنا لازم نمشي دلوقتي، لازم نرجع مصر حالا. انا خلاص كلمت امي وهي مستنياني. ابوس ايدك نمشي يا باشا. انا كمان عايز ارجع مصر، انا عايز اطمن على ابويا. وبعدين ابراهيم اتاخر، احنا ذنبنا ايه؟ فعلا يا باشا احنا مالناش ذنب. انا عاوز امشي يا باشا، نمشي وابراهيم يبقى حصلنا. انا خايف للواد يكون جرى له حاجه. ما هو عشان كده يا ناجي باشا انا برضه من سعادتك يعني ان احنا نقعد شويه، حتى لو هتفوت الطياره محدش هياخد اكتر من نصيبه يا باشا. الاجري يا بني ادم، الجري الوحوش غير رزقك لن تحوش. وانت عبد الجليل عايز تمشي ولا عايز تقعد تستنى ابراهيم؟ انا من ايدك دي لايدك دي يا باشا، انا مش فارقه معايا خالص. مفيش طياره تانية يا ابو القاسم؟ للاسف يا استاذ ناجي مفيش. بعدين الترتيبات اللي عملت لك اياها لحتى تكون اليوم بالقاهره بدها وقت لحتى تصير. بدي باتي. خلاص يبقى خلينا، احنا لا يمكن نمشي واحنا ناقصنا واحد. اوكي يا استاذ، معناها اعطيني يومين ثلاثة لحتى ارتب كل شيء مرة ثانية وانا بحكي معك.
يا حياتي. طيارة. مين هالزلمة؟ وشو عم بيسوي هون؟ اكو هيك الله ما بعرفه، لازم ماشى صديقتي. ماشى يا قدره؟ ايه يا ابن المجنونة هتعمل ايه؟ اهدى بس، انا هفهمك على كل حاجة. انا اللي جاب هنا واحدة اسمها ماشى، انا ما اعرفش هي اللي جابتها. ماشى يا عم اهدى، ده واحدة بومبة الله يكرمك. ما تهدى، انا هراضيك. انت عايز فلوس؟ انا هراضيك. اهدى، انا معايا فلوس كتير، انا معايا فلوس كتيرة جدا. يا بنت اللذينة انا اتقلبت. انت بتتلكك عشان تضرب. اضرب. ضرب بس. الحمد لله والشكر لله. أنا آسف، أنا آسف. كنت فين؟ حصلت مشكلة كده.